من القمشلي ينضم لنا عبر سكايب مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوة سوريا الديمقراطية. سيد مصطفى أهلا بك معنا. قواتكم إذا تلاحق آخر فلول داعش بالرقة، يعني هل هي طبعا المرحلة الأخيرة لمعركة الرقة، ما الذي يجري على الأرض؟ هل انتهت المعركة بما أننا نتحدث عن ملاحقة آخر فلول؟ مرحبا بكم من الرقة وليس من القامشلي. بالفعل قواتنا الآن نعم تخوض المعارك عنيفة على محور الجبهة الشمالية التي كانت قد بدأت حملتها في الأيام الخمسة الماضية، وتوجتها بتحرير صوامع الحبوب ومطحنة الحبوب والأحياء المحيطة بهذه المرافق العامة، بالإضافة إلى تأمين محيط الفرقة 17 وانتقال المعارك إلى الأحياء المتاخمة للفرقة 17 صوام الحبوب. على محور حي الجبيلة تقدمت قواتنا هذا اليوم وأحرز تقدما ملحوظا، لكن ما زال المرتزقين يتحصنون داخل المشفى الوطني ويقيمون متاريسهم داخل هذا المشفى، مستغلين امتناع قواتنا عن استهداف هذا المشفى بالأسلحة الثقيلة. بمعنى أن المعارك الآن هي معارك بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والقنابل اليدوية، إذن هي معارك وجها لوجه ومعارك يتداخل فيها المقاتلون بمعارك مباشرة وليست عن بعد. طيب قواتكم الفعالية مقاتلي الجوية قوات في سوريا هناك الديمقراطية لديهم تدريبات كاملة عن القتال مباشرة وجها لوجه، وأيضا بالمقابل كيف يبدو مقاتلو داعش في هذه المعارك؟ نعم، بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية كما تعلمون هي القوات التي تشكلت بالأساس إثر انتصار وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في كوباني واكتسابها للتجربة القتالية داخل مدينة كوباني وإلحاقها أولى الهزائم الكبرى بالتنظيم الإرهابي. إذن هذه القوات قد اكتسبت الخبرة القتالية فيما بعد في كل المدن التي لاحقت فيها التنظيم الإرهابي. لدينا من الخبرة القتالية ومن المقاتلين الذين يستطيعون إدارة هكذا معارك ما يكفي. بالطرف الآخر مقاتلو التنظيم الإرهابي كما قلنا في اليومين الماضيين يعتقد أن كان هناك عدد لا بأس به من ما يسمى بالمقاتلين المهاجرين أو الإرهابيون الأجانب الذين يتحصنون داخل هذه المرافق. هؤلاء أيضا لا ننكر خبرتهم الطويلة التي اكتسبوها في سوريا والعراق، بالإضافة إلى كونهم قد خضعوا لتدريبات عسكرية في أفغانستان كونهم أعضاء في تنظيم القاعدة الدولي. هذه المعارك قد تستمر لفترة طويلة عدا ما ذكرتم في تقريركم من وجود كثافة في الألغام. هناك موضوع المدنيين الذين يشكلون أهم الالتزامات التي تعيق قواتنا في هذه المعركة. نعم، شكرا لك إذا على هذه المداخلة مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر السكايب من الرقة مباشرة.